Hivi sasa tunaelekea rasmi katika kuanza kongamano letu kwa ufunguzi wa maneno matukufu ya Allah Tabarak wa Taala, ambayo katika siku ya leo yatasomwa mbele yetu na msomaji Abdallah Ahmad Yusuf kutoka katika mji wa Morogoro. Abdallah Ahmad Yusuf, tunakuomba upande katika stage ili uweze tusomea maneno matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakati ambao ninaomba muhadhiri wa kwanza kwa haraka aelekee kuingia katika ukumbi. Karibu. Tafadhal, mashkuran maajura. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون